فعاليات وأحداث وأخبار متنوعة ننقلها لكم عبر برنامج أجندة الشرقية في المنطقة الشرقية، فأهلا بكم. ونبدأ أول فعالياتنا من دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية اللي نظمت فعالية العزف المنفرد في المجلس الأدبي بمدينة خرفكان. فعاليات أدبية متنوعة في المنطقة الشرقية تقدمها المجالس الأدبية التابعة لدائرة الثقافة في حكومة الشارقة. نظم مكتب الدائرة بخرفكان فعالية العزف المنفرد إلى جانب معرض تشكيلي في مجلس خرفكان الأدبي بحضور محمد صالح السويجي مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية وموظفي الدوائر المحلية في المنطقة. قدم الفنان أحمد جارور مقطوعات متنوعة على آلة القانون أدى من خلالها ألحانا عربية وكلاسيكية، استمتع الحضور بها. واستعرض الفنان التشكيلي محمد الأستاذ مجموعة لوحات فنية وإبداعية خاصة به، وبعد ذلك قدم الجلسة الحوارية وتحدث من خلالها عن مسيرته وبداياته الفنية وأهم التحديات التي واجهته، وأكد أهمية التغذية البصرية للفنان. في ختام الفعالية تم تكريم الفنان أحمد جارور والفنان التشكيلي محمد الأستاذ. وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص دائرة الثقافة على الاهتمام بالتنوع الفني لدى الجمهور. تستمر دائرة الثقافة بطرح فعالياتها في المنطقة الشرقية وبالأخص من مجلس خرفكان الأدبي اللي نظموا فعالية مسيرة الطرب الشعبي في دولة الإمارات. حفاظاً على الموروث الشعبي الإماراتي، نظم معهد الشارقة للتراث فرع خرفكان محاضرة ثقافية بعنوان مسيرة الطرب الشعبي في دولة الإمارات في المجلس الأدبي بمدينة خرفكان. ألقاها علي العبدان، أوضح من خلالها مسار اللحن وكيف توزع على الوزن الشعري والإيقاع الموسيقي ومواضعه الثقيلة والخفيفة في تفعيلات القصيدة. مسيرة الطرب الشعبي شكلت ظاهرة فنية كبيرة في فترة ما قبل الاتحاد بما أحياها من فنانين، فكان لذلك أثره في تشكيل جمهور عريض لها في تلك الفترة. وعند ظهور المجددين من الفنانين بدأت تتضاءل نسب المتابعين من جمهوره، سواء لسماع الفنانين الجدد أو لمتابعة قصائد الشعراء الجدد. ومن هنا اتضحت جلية المكانة الإبداعية لجيل الرواد من الفنانين الإماراتيين الذين طالما استمتعنا بأغانيهم العذبة التي تحمل الحس الراقي والمشاعر الصادقة الجميلة. حضرت اليوم كانت عن تاريخ هذا الطرب، كيف تأسس هذا الطرب، كيف بدأ يعني، وكيف الرواد الأوائل من المطربين أسسوا لهذه الأغنية الإماراتية القديمة الشعبية القديمة يعني التي تعزف على العود وآلة الإيقاع وأحيانا تصاحبها كمانجة أو غيرها. بعدين تطور الأمر إلى التوزيع الحديث، مو بهذا أنا بحثي في القديم يعني الأغنية الشعبية القديمة مثل ما كانت قبل. فذكرنا الرواد من كيف أسسوا الأغنية، من وين جابوا الألحان، كيف ركبوها على القصائد الإماراتية، شو المقامات اللي كانت في القديم تستعمل في الخمسينات والستينيات وكيف تغيرت بعدين مع بعض المطربين الإماراتيين، وشو قدمت هذه الأغنية من أهمية للشعر الشعبي نفسه في الإمارات. تهدف المحاضرة إلى تعريف الحضور بأهمية الطرب الشعبي الإماراتي ومكانته العريقة، وسيبقى الطرب الشعبي علامة بارزة في ثقافتنا الشعبية حتى إن ظهر الطرب الحديث الذي لا نستطيع مقارنته بالقديم من حيث الذائقة والذوق.
شعورا بالفخر واعتزازا بالهوية الوطنية أطلقت بلدية مدينة كلباء حملة توزيع الأعلام على كافة مناطق المدينة. تزامناً مع بداية أجندة فعاليات يوم العلم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية مدينة كلباء بدء انطلاق حملة توزيع الأعلام بنسختها الخامسة تحت شعار علمنا مسؤوليتنا، وبعد إعلان حالة التعافي لدولة الإمارات من جائحة كوفيد-19 وعودتها للفعاليات والبرامج المجتمعية. هذه الحملة طبعاً تهدف إلى توزيع العلم على جميع مؤسسات ومساكن ومباني مدينة كلباء. طبعاً تم البدء فيها من خلال من اليوم هذا ولمدة أسبوعين، وذلك استعداداً ليوم العلم، ليكون يوم العلم إن شاء الله به مرفوع الإعلام في جميع المؤسسات والمساكن. انطلقت الفرق المشاركة في الحملة، وكان التجمع عند حديقة السدرة لبدء المسيرة التي يترقبها أهالي المدينة بهذه العودة المستجدة مع مراعاة الاحترازات القائمة في مرحلة التعافي لحماية المشاركين والمتطوعين. تجهيزات وتنسيقات بين فرق العمل لحملة الفخر والعز المليئة بالمشاعر الوطنية، حيث تم تجهيز 7500 علم سيتم توزيعها على المنازل والجهات الحكومية والمزارع المحلية في المدينة. ومن مدينة دبا الحصن، حيث نظمت جمعية المعلمين فرع دبا الحصن فعالية وجلسة ثقافية بعنوان كتاب عام 50. الإنسان المثقف الواعي يصنع من القراءة والثقافة، وهذه تطلعات حكومة الشارقة في توسعة الرقعة الثقافية. نظمت جمعية المعلمين فرع دبا الحصن جلسة أدبية في نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بعنوان كتاب عام 50. ابتدأت الجلسة مع الكاتبة خديجة طمروق، وتحدثت فيها عن بداياتها في مجال الكتابة وعن أهم التحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها. ومن ثم شارك الطفل أحمد سعيد الحدوري بقصته التي جاءت بعنوان القرش الأزرق، حيث شارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتم عرض الكتاب في أكثر من معرض في دول الخليج والوطن العربي. والطفل عبيد راشد المطروشي الذي أصدر كتاب الملاك الصغير، وهو أول إصدار له، ومن مشاركاته أيضا بأنه قام بتلخيص أكثر من 50 قصة تاريخية ثقافية. تهدف هذه الجلسة إلى إظهار أبناء مدينة دبا الحصن المبدعين في مجال الكتابة، وتشجيعهم للوصول إلى أعلى المستويات في المجال الأدبي. ومثل ما عودناكم مشاهدين الكرام، دائما ما نصطحبكم إلى جهة من الجهات الحكومية لنتعرف على الأحداث والفعاليات اللي تطرحها خلال الموسم، ووجهتنا كانت إلى جمعية الشارقة الخيرية فرع خورفكان. نحن جمعية الشارقة الخيرية إدارة فرع خورفكان، دائما نسعى من خلال تقديم الخدمات للمحتاجين والوصول إلى المحسنين لدعم المشاريع الإنسانية. تتعدد أيضا لدينا أنشطة كثيرة في الجمعية الخيرية، مثل كفالة الأيتام، عندنا حفر الآبار، عندنا
بناء المساجد والمستشفيات وغيرها الكثير من الأعمال الخيرية التي تقدمها الجمعية. قدمت جمعية شارجة الخيرية فرع خرفكان العديد من الحملات والفعاليات، من ضمنها الفعالية اللي احنا قمنا بها في حملة شيص الخيرية التي استهدفت العمال اللي يشتغلون في شيص. قمنا بحملة إنسانية بمناسبة يوم العمال بالمشاركة مع شرطة خرفكان الشامل، حيث استهدفنا العمال اللي يشتغلون في البلدية. شاركناهم بشيء بسيط، مثلا كمامة، مواد غذائية، معونات بسيطة للعمال. دائما جمعية الشارجة الخيرية سباقة لفعل الخير، وصراحة هي أجندتها حافلة يعني خلال السنة. فحاليا نحن نطلق حملة العودة إلى المدارس التي تستهدف المحتاجين والأسر المتعففة لتوفير بعض من احتياجات الطلاب يعني. وعندنا تقريبا بعد شهر بتبين حملة اسمها حملة شتاء دافئ، تستهدف العمال لتوفير لهم شيء بسيط مثل الملابس الشتوية، المواد الغذائية، وكافة الاحتياجات اللي يحتاجها العامل ليقيه برد الشتاء. تسعى جمعية الشارقة الخيرية إلى تأمين وتقديم الاحتياجات الإنسانية لمستحقيها، وقد حققت نجاحات واسعة من خلال أهم الأعمال الخيرية التي تكللت بوصولها لمحتاجيها. جمعية الشارقة الخيرية تقدم مساعدات، مثلا عندك الحين حملة العودة إلى المدارس، الناس تقدم طلباتها انها تبي مثلا مساعدة للرسوم الدراسية، فيفتحون ملف هني في الجمعية ويساعدونهم. عندك مثلا بناء مساجد، هذا في المشاريع، عندك بناء مساجد، كفالة ايتام، بناء المستشفيات، عندنا المحتاجين، عندنا الاسر المتعففة. والله في اسر متعففة احنا نروح لهم لحد الباب البيت، اذا مثلا سمعنا من حد برا انه هو مثلا محتاج بس هو متعفف ما يبغي الجمعية، احنا نوصل لحد بيته ونشوف احتياجاته ونساعده بقدر ما نقدر. فعاليات واحداث واخبار وتقارير متنوعة ننقلها لكم عبر برنامج أجندة الشرقية اسبوعيا، وللمزيد من هذه الاحداث وتفاصيلها تابعونا عبر برنامجكم أجندة الشرقية. دمتم بخير.